وللقاء مزيد من الضوء على ذلك ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنية السيد صالح الحميدي. طبعا هذا السلوك القطري المتناقض بين تفاخر بداية في المشاركة في تحالف لإعادة شرعية لبلد عربي شقيق، يأتي اليوم النظام القطري ليتنصل من هذه المشاركة، هل تحدثنا عن هذه التناقض في السياسة القطرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعيني أقول أن من الواضح أن الإعلام القطري كان يتشر أو يشيف النوايا ضد أشقاء الخليجيين أولا وضد اليمنيين ثانيا. هذا الإعلام هو نتاج النظام القطري الذي يمارس اللعب على الحدان، أي نظام يلعب على البيض والحجر، مثل ما يدعم الأخوان المسلمين يدعم الحوثيين، ولذلك لا غرابة أن يكون إعلامه بهذه الصورة المشوهة التي تتغير بين الحين والآخر. الإعلام القطري يستطيع أن يكون في الصباح مع جهة وبالمساء يكون مع جهة أخرى، لذلك هذا ليس نتاج الإعلام نفسه وإنما نتاج النظام القطري الذي أصبح يوجه هذا الإعلام نحو مزيد من الصراعات، نحو تعزيز أزمة ليس على مستوى الأشقاء في الخليج وإنما أيضا على المستوى العربي بشكل عام. نعم، من الواضح أن هناك علاقة بين العلاقة الحوثية أو الانقلابيين في اليمن وإيران وبين النظام القطري وإيران والتي اتضحت في الآونة الأخيرة، برأيكم هل كان لذلك أي تأثير على الأزمة اليمنية، خاصة وأن قطر كانت مشاركة في التحالف الدولي؟ أثبتت الأيام واعترافات وزير الدفاع القطري أن قطر لم تكن تريد المشاركة لكنها كانت تشارك بطريقة يعني مجاملة للدول العربية، وهي يعني بالأساس كانت قد شاركت بناء على رغبة إيرانية أكثر ما هي رغبة عربية. لذلك نستطيع القول أن أثرت بشكل كبير على الأزمة اليمنية لأنها كانت تعطي الإحداثيات والمعلومات للحوثيين. ارتباطها بالحوثيين بدا عام 2008 واستمرت هي بمثابه الجيش العبور لكل المعونات التي كانت توصل الحوثيين، كانت تمر عبر قطر سواء كانت هذه معونات ماليه او معونات اخرى. تاثير القطري بان واضحا من خلال خروج القطريين، فمجرد خروج القطريين من الجبهه التي كانوا يسيطرون عليها سقطت بيد الحوثيين، وكان الحوثيين كانوا يريدون ان فقط يعني يلعبون مع القطريين لعبه الفار والدم او القط. نعم. وبالتالي نستطيع ان نقول انه بعد خروج القطريين استطاع جنود البحرين الجواسم حفظهم الله ان يستولوا على المنطقه في ظرف 72 ساعه، وهذا تاكيد من القطريين لم يكونوا لديهم نيه للمشاركه الحقيقيه او لم تكن قيادتهم تنوي الا الظهور بمظهر المشارك او العميل المزدوج الذي يظهر وكانه مع الشرعيه بينما هو يقدم معلومات. نعم. ودعم للحوثيين. نعم، وكيل وزاره الاعلام اليمني السيد صالح الحميدي، شكرا جزيلا لك.